قال وأن يطأها في كل ثلث سنة مرة إن قدر. كل ثلث سنة، كل أربعة أشهر، كل أربعة هناك ليلة، هنا الوط اللي هو الجماع، هناك عن المبيت، هنا يتكلم عن الجماع. قال يلزمه أن يجامعها في كل سنة على الأقل ثلاث مرات. من أين جاءوا بثلاث مرات؟ قال لأن الله جل وعلا يقول للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعني أذن الله تبارك وتعالى الرجل إذا آلى من نسائه، يعني إذا غضب على زوجته أو أراد أن يؤدبها، سواء كانت زوجة واحدة أو أكثر من زوجة، فأراد أن يؤدبها له أن يؤلي منها، أي يقول لها مثلا والله لا آتيك شهرا. والرسول صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا كاملا صلى الله عليه وسلم تأديبا لهن رضي الله عنهن، فهذا يؤدب زوجته، قال والله لا آتيك شهرا، له كذلك أن يؤلي شهرين، ثلاثة أشهر، أقصى حد أربعة أشهر، بس ليس له حق بعد ذلك. فلو أن رجلا قال لزوجتي والله لا آتيك خمسة أشهر مثلا ورضيت، هذا شأنها، لكن إذا لم ترضى فإنها تذهب إلى القاضي تقول آلى مني خمسة أشهر، فيناديه القاضي يقول حدك أربعة أشهر. الله جل وعلا يقول للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، فإن فاؤوا أي رجعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ليس لك الحق أن يكون الإيلاء أكثر من أربعة أشهر. فقالوا إذا كان الزوج له الحق أن يؤلي من نسائه أربعة أشهر، فنعتبره لو آلى من نسائه أربعة أشهر، أربعة أشهر وأربعة أشهر وأربعة أشهر كم؟ سنة. إذن كل أربعة أشهر آلى، إذن واحدة اثنتين ثلاث، إذن يلزمه أن يأتي زوجته ثلاث مرات على الأقل في السنة. وهذا أيضا الكلام فيه وجاهة من ناحية لو آلى الرجل، لكن حتى الإيلاء ليس مطلوبا وليس مستحبا أصلا، وليس من حق الرجل كل فترة إيلاء 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 يؤلي من نسائه، ليس له الحق في ذلك، وإنما هذا قد يحدث مرة في العمر، قد لا يحدث أصلا، لأن هذا نوع من التأديب، ومعقولة بيأدبها كل أربعة أشهر أعطاها تأديب، كل أربعة أشهر أعطاها تأديب، ما يصلح هذا أبدا. وبالتالي هذه المسائل، مسائل كم يبيت، مسائل كم يجامع، هذه يرجع فيها إلى العرف، بشرط أن لا يضر بالمرأة، كما أنه لا يجوز أن يضر بها. في بعض الناس مثلا يكون عنده شبق، يعني يأتي زوجته باليوم ثلاث أربع مرات مثلا، إيذاء لها، كما أنه لا يجوز له أن يمتنع منها شهر وشهرين وثلاث أشهر، هذا أيضا فيه أي إيذاء. فكما أن الرجل يرغب في المرأة، المرأة كذلك ترغب في الرجل، فكما يعني هي يعني تكفه عن الحرام وتعفه بالحلال، كذلك هو يكفها عن الحرام ويعفها بالحلال. فالصحيح أنه يجب عليه أن يشبع رغبتها إذا احتاجت إلى هذا الأمر.